السلام عليكم ورحمة الله، أهلاً ومرحباً بكم في حصة اليوم. فدرس اليوم هو تحت طلب العديد منكم، وخصوصاً الآباء الذين يرغبون في تسجيل أبنائهم في الحضانة أو المدرسة، لأن العديد من المؤسسات شرعت في عملية التسجيل وإعادة التسجيل بالنسبة للموسم الدراسي المقبل. ففي حصة اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على العبارات والمصطلحات المتعلقة بتسجيل الأطفال في الحضانة أو المدرسة، فتابعوا الفيديو إلى الآخر. فبالنسبة لهذه الحصة فغتكون هي الجزء الأول، والحصة المقبلة إن شاء الله غيكون الجزء الثاني. غنتعرفوا فيه على عبارات ومصطلحات كنقولها داخل المدرسة أو ليكول، وأيضا غنتعرفوا على الأدوات المدرسية بالفرنسي، يعني غنتعرفوا على كل ما يتعلق بالمدرسة في الحصة المقبلة إن شاء الله. فبالنسبة للتسجيل، التسجيل بالفرنسية هو l'inscription، l'inscription، inscription، l'inscription. جملة أو عبارة تتعلق بالتسجيل: أرغب في تسجيل ابني في مؤسستكم، ما هو السن المطلوب؟ Je voudrais inscrire mon fils dans votre établissement. Quel est l'âge requis? Je voudrais inscrire mon fils dans votre établissement. Quel est l'âge requis? Yani, je voudrais arghabu ou urido inscrire mon fils tasjil ibni dans votre établissement. Fi mu'assasatikum, établissement hiya mu'assasa. Quel âge requis? Yani, ma huwa sin al-matloub. يمكنك تسجيل طفلك ابتداء من سن ثالثة. Vous pouvez inscrire votre enfant dès l'âge de 3 ans. Vous pouvez inscrire votre enfant dès l'âge de 3 ans. يعني vous pouvez يمكنك inscrire تسجيل votre enfant طفلك dès l'âge de 3 ans أي ابتداء من سن ثالثة. هنا عندنا رسوم التسجيل. رسوم التسجيل كتعني المصاريف نتاع التسجيل، يعني مصاريف مادية، كتعني مصاريف اللي هي مادية، يعني شحال الثمن باش غادي يتم التسجيل نتاع الطفل. دونك رسوم التسجيل هما لي فري دانسكريبسيون، لي فري دانسكريبسيون. كيف قلت سابقا، لي فري دانسكريبسيون كتعني الثمن، يعني الثمن نتاع التسجيل. فهنا غير خصكم تكونوا كتعرفوا الارقام والاعداد بالفرنسيه. فديجا خدمت معكم الدرس نتاع لي شيفر او الارقام، غنخلي لكم الرابط نتاعو في صندوق الوصف. دونك رسوم التسجيل هما لي فري دانسكريبسيون، لي فري دانسكريبسيون. وبالنسبه للتامين المدرسي هو لاسيغونس سكولير، لاسيغونس اللي هو التامين سكولير مدرسي، لاسيغونس سكولير. من فضلك أريد أن أعرف كم هي رسوم التسجيل مع التأمين. بالفرنسية كنقولو s'il vous plaît، من فضلك هي s'il vous plaît، je voudrais savoir combien les frais d'inscription et l'assurance. s'il vous plaît، je voudrais savoir combien les frais d'inscription et l'assurance. يعني je voudrais كتعني أريد، je voudrais savoir هي أريد أن أعرف، combien les frais d'inscription يعني كم هي مصاريف التسجيل أو رسوم التسجيل، et l'assurance اللي قلنا هي التأمين. donc s'il vous plaît je voudrais savoir combien les frais d'inscription et l'assurance. ما هي الوثائق المطلوبة للتسجيل؟ فهاد السؤال ضروري غتطرحوه، لأنه ضروري غتعرفوا شنو من الوثائق اللي خصكم باش تسجلوا داك الطفل نتاعكم. فبالفرنسية هي quels sont les documents requis pour l'inscription. Quels sont les documents requis pour l'inscription؟ يعني لي دوكيمون هما الوثائق requis المطلوبة pour l'inscription، يعني للتسجيل. Quels sont les documents requis pour l'inscription؟ فهنا قلنا ما هي الوثائق المطلوبة للتسجيل، ويمكن أيضا نسألو ما هي الوثائق المطلوبة لإعادة التسجيل. فبالنسبه للاطفال اللي ديجا كيقراو في المدرسه وبغا يتسجلوا للسنه الدراسيه المقبله، فكتسمى اعاده التسجيل. اعاده التسجيل بالفرنسيه لو ريانسكريبسيون، لو ريانسكريبسيون. يعني غنقولوا كيل سون لو دوكيمون ركي بور لو ريانسكريبسيون. فمن ضمن الوثائق اللي غنحتاجو او لي دوكيمون اللي غنحتاجو هو الدفتر العائلي.
الدفتر العائلي بالفرنسية كيتسمى livret de famille. Livret de famille. Livret de famille. غنحتاج ايضا بطاقة تعريف، بطبيعة الحال غتكون خاصة بالوالدين. La carte d'identité. La carte d'identité. بطاقة تعريف هي la carte d'identité. نسخة من عقد ازدياد الطفل. Un extrait d'acte de naissance de l'enfant. Un extrait d'acte de naissance de l'enfant. إثبات السكن الحالي. من ضمن الوثائق اللي غنحتاجو وثيقة كتبت السكن اللي كنسكنو فيه يعني حاليا. Un justificatif de domicile récent. Un justificatif de domicile récent. Justificatif يعني إثبات. Domicile récent يعني السكن الحالي. Domicile هو السكن. وغنحتاج أيضا وثيقة تثبت أن طفلك قام بجميع اللقاحات اللازمة. Un document attestant que votre enfant a fait toutes les vaccinations obligatoires. Un document attestant que votre enfant a fait toutes les vaccinations obligatoires. Donc un document li wathiqa attestant tatbuto que votre enfant yani anna tifl ntaak a fait toutes les vaccinations yani qama bi jami' liqahat aw tat'imat lazima li hiya obligatoire. Un document attestant que votre enfant a fait toutes les vaccinations obligatoires. فهنا بعد ما الشخص تعرف على جميع الوثائق اللي غتلزمو في عملية التسجيل فممكن يطرح بحال هذا السؤال. عمر ابني 4 سنوات في أي مستوى سيكون؟ L'âge de mon fils est 4 ans, dans quel niveau ce sera? L'âge de mon fils est 4 ans, dans quel niveau ce sera? L'âge هو العمر. Donc l'âge de mon fils يعني عمر ابني 4 ans, 4 سنوات. كيف قلت الأرقام ديجا تعرفنا عليهم في الدرس السابق، غنخلي لكم الرابط نتاعو في صندوق الوصف، ما تنساوش تشاهدوه. إذا قلنا لاج دو مون فيس اي 4 ans، عمر ابني 4 سنوات. دون كيل نيفو سو سوغا، نيفو هو المستوى، في أي مستوى سيكون؟ سيكون في القسم المتوسط، القسم الثاني في الحضانة. دونك القسم المتوسط هو القسم الثاني في الحضانة. إل سوغا أ لا موين سيكسيون. إل سوغا أ لا موين سيكسيون. C'est la deuxième classe de l'école maternelle. C'est la deuxième classe de l'école maternelle. Donc, elle sera à la moyenne section. Donc, la moyenne ou le qism mutawassit. C'est la deuxième classe de l'école maternelle. Yani, le qism tani mina l'école maternelle, il y a le madrasa li katkoun qabl min l'ibtida'i. Hna fi l'Maghreb kanqoulou ar-raoud, raoud l'atfal. Yani, en général, kanqoulou l'hadana. L'école maternelle, il y a l'hadana. وبالنسبة لليكول ماتيرنيل فتيكونوا فيها 3 نتاع لي كلاس او 3 اقسام، يعني القسم الاول كيتسمى لا بتيت سيكسيون، القسم الثاني كيتسمى لا موين سيكسيون، والقسم الثالث كيتسمى لا غروند سيكسيون. فدابا نمروا نديروا واحد التذكير للمصطلحات اللي تعرفنا عليهم باش ترسخ لكم في الذهن نتاعكم. دونك قلنا التسجيل بالفرنسيه هو، نتمنى تجاوبوا صحيح، التسجيل بالفرنسيه هو لانسكريبسيون. L'inscription. إعادة التسجيل نتمنى تجاوبوا عليها. Le réinscription. Le réinscription. الدفتر العائلي هو livret de famille. Livret de famille. بطاقة التعريف هي la carte d'identité. La carte d'identité. Nusra min aqd izdiyad. Un extrait d'acte de naissance. Un extrait d'acte de naissance. Itbat sakan l'hali. Un justificatif de domicile récent. Un justificatif de domicile récent. Fantmina tkunu ta'rftu ala jami' al-mustalahat. فإلا ما تعرفتوش على هاد المصطلحات فما فيها بس راجعوا لفيديو وعاودوه باش تعقلوا عليهم مزيان. فنتمنى تكونوا استفدتوا معنا. فكيف قلت سابقا فهذا الجزء الأول، فالجزء الثاني أو الدرس المقبل إن شاء الله غنتعرفوا فيه على الأدوات اللي كنستعملوا في المدرسة أو ليكول، وأيضا المصطلحات والعبارات اللي كنستعملوا داخل المؤسسة أو داخل المدرسة. فنتمنى تكونوا استفدتوا معنا ونتلاقاو في الدرس المقبل إن شاء الله.